تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة، صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الساعة الإذاعية التي نتمنى أن تكون مليئة بالمعلومة المفيدة التي تعزز من نمط الحياة الصحية. قبل ما نبتدي البرنامج خلونا ننقل لكم تحيات طاقم البرنامج. معنا في التنسيق ميرا الخفلي، صبحت الله بالخير، وفي الإخراج ناصر السليمي، وهذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وصبحت الله بالخير دكتور ندى الملة. وودي هالقلم حق ناصر لأن أنا ما عرفت أن عندك أنت ما شاء الله هالكثر أقلام، خذ قلم ناصر يا حليلة. دائما أي بعدتي أحيانا أنسى القلم ولكن دائما يكون عندي أقلام. فصبح عليكم بالخير في اليوم الجميل يوم الثلاثاء اللي يبعد إن شاء الله يوم واحد عن الخميس آخر يوم في الأسبوع، وأدري الكل يتريان وسمحنا نترية. صبح عليكم بالخير، وأذكركم أرقام التواصل على 600-551414 والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. محمود هذا مو قلم، كله مال بلاش، كله هذا التاتش التليفون. انزين طبعا تعودتوا علينا دائما نقولكم هاي ارقام تواصل، تتواصلوا معنا عندكم اقتراح، ملاحظة، سؤال طبي، استشارة طبية، تواصلوا معنا من بداية البرنامج يكون عندنا وقت نرد عليكم بإسهاب، ما يكون رد مقتضب وسريع على آخر البرنامج. فتواصلوا معنا من الحين سواء عن طريق الانستغرام أو عن طريق الرسائل أو حتى بالتليفون، سمعونا أصواتكم ناخذ ونعطي معاكم وناخذ يعني أسئلة يعني معلومات زيادة عن أي سؤال طبي حابين تسألونه. فتواصلوا معنا خلال ساعة إن شاء الله على الهواء. طيب إذن يعني أعتقد أن بعد قليل أو انطلقت أعمال منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية في مدينة جميرة، وإن شاء الله بتكون لنا تغطية خاصة في هذا المنتدى. كذلك نحن بنحاول أيضا نتواصل مع الزملاء اللي يتواجدون عندنا هناك في المنتدى، ممكن يعطونا تغطيات مفصلة لجدول أعمال هذا المنتدى. وطبعا هناك الكثير من العناوين اللي سوف تطرح من خلال هذا المنتدى، عناوين مهمة تعزز من مفاهيم السياحة الصحية. طبعا في البداية مثل ما أنتم متعودين نحن نطلع مع الزميلة أسماء الجناحي بتعطينا بعض التفاصيل عن يعني وسائل التواصل الاجتماعي وما استجد من خلال هذه الوسائل. صبحت الله بالخير يا أسماء. صبحت الله والنور والسرور أخي محمود. هلا يا أسماء تفضلي. أهلا دكتورة، اليوم نحن موجودين أو متواجدين في منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية، وراح نعرف كل الأشياء اللي راح تكون موجودة. راح يتكلمون عن أبرز الأشياء مثل كيف ممكن السياحة العلاجية تساهم في زيادة الاستثمار في الدول، كيف ممكن السياحة العلاجية يعني مثل استخدام الذكاء الاصطناعي في تعزيز السياحة العلاجية وغير من الأمور الجديدة في المجال. نعم. فنتمنى كلهم إنه مو بس يتابعون هيئة الصحة، يتابعون أيضا الحسابات التابعة لمجلس السياحة الصحية في دبي اللي هي DXH Connect. نعم. جميل أسأل. تفضلي. زين. غير هذا الحين نأكد أن باكر إن شاء الله راح يكون عندنا قيادات في خدمتكم أيضا. الساعة 11 إلى الساعة 12. ممتاز. عندنا الآن أعتقد أن تبتدي مراسم الاحتفال.
طيب بس من الحمام نطول عليك ما خليك ان شاء الله اذا قدرنا ناخذ مع البرنامج انت والزميل يوسف انت والزميل يوسف سعد ان شاء الله نتواصل معاكم خلال هذه الاثناء. نعم ان شاء الله تتابعون دي اس اس كريس ان شاء الله ان شاء الله تعالى. شكرا لك يا اذا مثل ما انتم سمعتوا الان تبتدي اعمال المنتدى او افتتاح الجلسه الرئيسيه لهذا المنتدى اللي يشارك فيه 500 خبير للسياحه العلاجيه. وطبعا المنتدى يقام برعايه كريمه من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد ال مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ومثل ما ذكرنا بمشاركة أكثر من 500 خبير ومتخصص من رواد الصحة والسياحة والسفر وأيضا كبرى المؤسسات العالمية والترويجية من داخل الدولة دكتورة ومن خارجها كذلك. صحيح. إذن هي الأعمال على كم يوم دكتورة؟ على يومين. اليوم وباكر إن شاء الله في مدينة جميرة قاعة أرينا. طيب هذا المنتدى ليش نحن يعني مركزين عليه؟ لأنه يعد الأول من نوعه على مستوى المنطقة والحدث الأكبر عالميا في هذا المجال الحيوي، مجال صناعة السياحة الصحية أو العلاجية. طبعا الهيئة دكتورة كانت لها يعني قطعت أشواط كبيرة في هذا المجال، مجال السياحة العلاجية، قدرت يعني تحقق الأهداف الاستراتيجية الخاصة فيها واللي تسعى لها طبعا أن يعني مع حلول عام 2021 بيكون في عندنا 500,000 سائح صحي يون دبي. جميل. بأمانة أنا ما أبغي أتحدث باسم مجلس السياحة الصحية، لكن أعتقد أن هم يعني نحن الحين كام 2018 هم يعني وصلوا لتحقيق هذا الهدف يعني قبلها بشكل كبير، أو أنه قريبين من تحقيق هذا الهدف يمكن قبل ما نوصل 2021. صحيح. طيب ليش يعني تتوقعين أن نحن عندنا موضوع السياحة العلاجية والصحية يعني قادرين نحققها بهذا الشكل؟ طبعا محمود احنا عندنا مقومات كبيرة ما شاء الله في البلاد، عندنا بنية تحتية، عندنا خدمات صحية متنوعة، عندنا منشآت صحية متنوعة. يعني ممكن واحد لو نشوف دبي حجم المنشآت الصحية اللي عندنا حتى منشآت صحية تخصصية وهذا تلاقيه قليل، مثلا منشأة صحية فقط للعيون، منشأة صحية فقط مثلا للمشاكل العمود الفقري. فهالمنشآت التخصصية تعزز فرص العلاج لما يكون عندك منشأة كاملة بطاقمها الطبي بأطبائها بكل الأدوات اللي تحتاجها لتشخيص هذه الأمراض، فهذا يعزز طبعا بالإضافة الحمد لله نعمة الأمن والأمان. ودبي ما شاء الله مركزة كبلد سياحي أو كمدينة سياحية تعزز إنها سياحة وصحية، فواحد يتعالج وفي نفس الوقت يعرف إنه لو يبع عائلته معاه، لأن بالعادة محمود واحد مسافر للعلاج ما يكون روحه دم بأهله عياله، لأن مثلا ممكن يقعد أسبوعين 3 أسابيع، فمنها إنه يتعالج ومنها يتأكد إن عائلته وعياله وزوجته عندهم أمن وأمان ورموني يروحون يعني يتفسحون في البلد ويتمشون ويغيرون جو، فتكون سياحة وصحة. طيب ايضا المحاور الرئيسية اللي بتتركز عليها يعني اعمال المنتدى بتكون مستقبل السياحة الصحية، مكانة دبي مثل ما ذكرت دكتورة كمقصد للسياحة الصحية للقادمين من مختلف دول العالم، في التطورات التقنية كذلك في السياحة الصحية، التأمين الصحي، اهمية الشراكة الحكومية مع شراكات القطاع الخاص في جلسة بتكون كذلك للمؤثرين الإعلاميين في القطاع وقيادة المشهد الإعلامي والترويجي، لأنهم يعني يقع على عاتقهم يعني مسؤولية كبيرة، لأن إذا كانت يعني إذا كان الترويج خاطئ والترويج لأمور خاطئة أكيد راح تساهم بشكل كبير في الضرر بالقطاع قطاع السياحة بشكل عام والسياحة العلاجية خاصة، لأن في وايد في وسائل التواصل الاجتماعي نشوف يعني خرابيط دكتور، أنا سوري أقول خرابيط لأن الجماعة الله يهديهم يعني يروجون بغرض المال، وأحيانا تكون لتحقيق الربح السريع على حساب صحة الناس. صحيح. فهذا موضوع خاطئ جدا، ومثل ما نقول نحن دائما شو دكتورة لا تأخذون أي دواء أو أي شيء، أي عشبة أي إبرة أي محمود قام يأخذون إبر عن طريق التواصل الاجتماعي أو أنا حقني في شعرك
لا إله إلا الله، يعني شو القوة اللي أنت تحقنين إبرة في شعرك؟ يعني لا يا بنات رجاء ما حد، لا شوفوا حتى المرهم في ناس عبالهم الأدوية الموضعية عادي، يعني أي شيء لن أقوم ببلعه فلن يضرني، لا حتى الأدوية الموضعية مراهم أي شيء سأقوم ببلعه لا لن يضرني، أي شيء لن أبلعه لن يضرني. الناس عندهم الفكرة يعني شو بيستوي مثلا من كريم أو من مرهم أو من جل تخسيس، في وايد مشاكل ممكن تستوي. في ناس صابتهم حروق من الدرجة الثانية والثالثة من كريمات التخسيس اللي يقولك يشيل السليولايت، صارتهم حروق، بالتالي احتاجوا علاج وليزر وغيره وغيره. فلا تأخذون أي شيء من وسائل التواصل، تعرفونه مش مرخص. طيب أيضا دكتورة في مستحضرات تجميل يبيعونها كذلك على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرف شو مشكلة مستحضرات التجميل محمود؟ إن التقليد صار موجود، ما حد ينكر التقليد موجود. انا دائما انصح البنات يقولوا لي دكتوره في منتجات تجميل مو موجوده عندنا تي من برا، دائما اسالي التاجره للفواتير، فواتير الطلب من الموقع الاصلي عشان تتاكدين انها اصليه. المنتج الاصلي ما بيضرك لان عليه مختبرات، يعني مختبر، ولكن البنات يستسهلون التقليد لانه ارخص ثمنه ولكن يدمر البشره، حروق، ندب، تجاعيد وغيرها وغيرها وغيرها. مستحضر تجميلي انت واثقة منه من ماركة معروفة عالميا، اطلبي فواتير عشان تتأكدين انه من الموقع الاصلي. لا تشترين بناء على كلام ان هذا والله لا ال- 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 الهبة الحين التاجرة شو تقول؟ انا فحصتنا في المختبر. منو قال فحصتنا في المختبر؟ زي مو مشكلة الحين انت يعني الفكرة كلها ان هذه المستحضرات او هذه السلع اذا ما كانت من مصادر موثوقة ممكن ان تؤثر على صحتنا. بالضبط. هذا قصدك؟ بالضبط. تأثر على ميزانيتنا. ميزانيتنا. العلاج مكلف محمود، العلاج مكلف. لا بعد الحين بعد الله يهديهم التاجرات بالخصوص والتجار بشكل عام يعني هذه لما الأونلاين يعني يضربون عليك ضربة تقولين يسمونه الهامبرجر يوصل كم؟ 60-70 ليش إن شاء الله؟ الهامبرجر 30 هدي 40 الهامبرجر. ولا كب كيك هالكبر ها قد صبعي. 25 ليش إن شاء الله؟ تقول لك 12 ب150 ليش؟ ليش 12 حبة 150 ودي 160 يعني وايد يا جماعة الخير بعد الله عرفه بالعقل يعني. هي احنا مشجع الصناعات الوطنية ونشجعكم بس يعني راعوا في الاسعار لان ما نقول احنا 12 حبة اكيد ما يكفي. في عندنا اسئلة على المسجات دكتورة ما ناخذها ان شاء الله بعد الفاصل اللي طرشوا لنا مسجات لرقم 6060 و4 سبعات ان شاء الله بنقرأ رسالكم بعد الفاصل، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة، سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. أرقام التواصل معنا على 600-551-414 ورسائل النصية على 4006 وموجودين لايف على نور دبي على الانستغرام. طيب نقرأ الرسالة النصية اللي وصلتنا الدكتورة. يقول أنا مسوي عملية الشرايين قصدي يعني، وخايف من عملية البواسير، شو خص هذا في هذا؟ شو عملية الشرايين؟ يمكن مسوي كان عنده جلط يعني سداد في أحد الشرايين أو شيء، ما أعرف شو العملية بالضبط اللي سويت أو حاط دعامة. ليش خايف من عملية البواسير؟ ترى عملية البواسير تقدمت وايد، فيه ليزر، مو بلازم الجراحة الكبيرة قبل نخاف منها. طبعا بما أن أنت عندك مشكلة في الشرايين احتمال كان عندك مشكلة في القلب، فلازم تشوف طبيب القلب اللي كنت تتابع عنده وهو ينصحك هل تقدر تسوي عملية البواسير أو لا، هل تخدير كامل لازم يكون أو تخدير نصفي، لأن التخدير يختلف مع للناس اللي عنده مشاكل في القلب. بخصوص إبر البلازما اللي تكون للشعر في تركيا، وذكر تركيا يعني ما أدري ليش، هل فيها أضرار؟ لأن تركيا ترى معروفة بزراعة الشعر. لا عشان تي الحين عندنا نحن بعد ما شاء الله في الإمارات يعني في دبي بعد عندنا تطور كبير في هذا المجال. بالضبط. زي إبر البلازما، إبر البلازما طبعا هي واحدة من العلاجات الناجحة جدا في علاج ما بقول الصلع، في نمو الشعر. لا تنفع في حالة الصلع، إن الناس الصلع مول ما ينفع، لازم يكون في بصيلة الشعر موجودة. يعني الناس مثلا اللي عندهم الثعلبة الخفيفة، اللي عندهم تساقط وايد في شعرهم، اللي بداية الصلع عندهم تنفع ما دام موجودة بصيلات الشعر، بأنها شو تسوي؟ إنها تقويها وتخلي الشعر ينمو. هل في أضرار؟ ما في علاج ما في أضرار. لو أنت بتاخذ إبر بلازما من أي مكان، طبعا أهم شيء بما إنها إبر لازم تتأكد إن المركز مرخص، ف
وايد من البلدان يكون الترخيص لازم تسال عنه. متابعين البروتوكولات العالميه لا بسهوله. والتهابات الفروه محمود مشكله جدا 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 كبيره، علاجها ممكن تنتقل للدماغ. لازم يكون مركز مرخص، لا تسترخصون الاسعار. طيب منورين اخوي محمود الدكتور ندى، شيء علاج حق التهاب الوز بس مو بدواء، ابغي طبيعي لو تكرمتوا. اخوكم ابو انس. اكيد في علاج لاحتقان اللوز او التهاب طبعا اذا عندك طبيعي التهاب يقول كثير. طبيعي هي طبيعي اذا طبعا ما في صديد. انا اتكلم عن الحاله العاديه الاحتقان، ما في صديد يعني دكتور شافك وما في صديد، ممكن شرب سوائل دافيه اكثر من شرب الماي، الغرغره، ليمون، عسل، زنجبيل، وهذا هالوصفه اللي قالها. وشوربه الدياي، في وايد ناس ما تعرف أهمية شوربة الدياي. في دراسات سواء إن شوربة الدياي الصافية لما إحنا نحط الدياي ونفوره نغليه ثم نشرب الماء ماله بنحط فيه شوي ليمون وشوي ملح وشوي فلفل أسود، تقيم تكرار الإصابة بالزكام واحتقانات الحق. بوانس مرة جابت لي تعرف شو عصير ليمون وملح وفلفل أسود، لومي وملح وفلفل أسود، فلفل أسود زيادة بعد زين. قالت لي اشرب هذا وايد زين. والله زين. ثاني يوم صحة. ملاحظ انت ها؟ زين. السلام عليكم. والله يا دكتورة بنتي راحت الصالون التجميل وسوت لها تنظيف بشرة، والله يعين، طلعت من الصالون الوي محترق بقع كبيرة. ونفس اليوم. اليوم ها بعد نفس اليوم راحت على الدكتور والصالون وقالوا لها خذي مرهم للحروق وعلى طول بيروح. طبعا هذه واحدة من ما بقول أعراض، النتائج ممكن تنتج عن تنظيف البشرة مرة أخرى. لازم يكون الصالون مرخص، لا يكون بطبيعة الحال مرخص إذا بيكون في صالون دكتورة. لا مرخص لتنظيف يعني ما يكون صالونات الصغيرة هذه اللي تقول لك والله بسوي لك تنظيف بشرة بخمسين، لا. ودائما دائما انا ما اشرب كم يسوون؟ لا غالي 250 350 حسب منتجات. ودائما يا حليلة الحلاق مالكم كم يسوي؟ 10 تنظيف بشر. احنا منتجاتنا غاليه، شوفوا المنتجات اللي يستخدمونها. ودائما دائما اذا يمكن بنتك كان عندها حساسيه في الجلد من قبل، يمكن كان عندها مشاكل، دائما خبروهم قبل ما انتم تسوون العلاج هذا وتشوفوا المنتجات اللي يستخدمونها وتاكدوا. مثلا اقري عليه شو مكتوب عليه. بعض المنتجات بعض الصالونات تستخدم منتجات قويه جدا، شو الفكره انه يعني تشوف النتائج اسرع بس يسوي ممكن حروق في الوجه. انت عليك تستخدمي مرهم الحروق، واذا عندك اي سؤال حابه استشاره تفضلي عندي في البشره. السلام عليكم. تحيه واحترام لاخي الفاضل الاستاذ محمود واختي الفاضله الدكتوره ندى. اقترح النظر في بطاقه التامين الصحي بعض الامور ان امكن، وانا واثق انهم قد انكم قدها وقدود ان شاء الله. اخوك ابو برعي. ابو برعي وضح لي شويه اكثر شو اللي تباهم يشوفون في هذا الموضوع. طيب نفس اليوم هذا قرينا مركب دعامات او هام الشريان مال الشريان مركب دعامات مثل ما قلت انت. فنشوف طبيب القلب مالك قبل ما تسوي عملية البواسير، هل تقدر ولا لا، وشو نوع التخدير اللي ممكن تاخذه. زي ابو سيف يقول استعملت عدة اصباغ حق اللحية من ضمنهم امينو فري، المهم خالي من الامونيا. انزين ولين الحين احس بحكة وحساسية، شو من الاصباغ تنصحوني؟ هذا عند الدكتورة. وكل مرة اصبغ اعاني من الحكة والاحمرار من 5 سنوات. اذا تعاني من حكة واحمرار وكذا ما له داعي، استخدم اصباغ طبيعية. حلو حلو الشيب ها دكتورة. هي ما اعرف. استخدموا شوفوا محمود، تعرف مسألة الحساسية من أصباغ اللحية كثر منتشرة. والمشكلة في ريال يصبغون 15 سنة ما يتم حساسية، عقب 15 سنة مع نفس الصبغة قاموا يتحسسون لأن مواد كيماوية هذه. استخدموا صبغات طبيعية، أي صبغة حتى لو أمونيا فري فيها مواد كيميائية. وأخوي ما دام عندك حكة وحساسية وقف الاستخدام عشان ما تستوي لك حروق في الجلد، وهالحالة مرت علينا في العيادة حروقات تحت اللحية تستوي. فوقف الاستخدام، استخدم صبغات طبيعية فقط مو بكيميائية حتى لو قالوا أمونيا فري. شو يعني صبغات طبيعية؟ مثلا شو حنة؟ حنة في لا في صبغات من الحنة يعني الناس لما تخاف الرجال يخافون يستوي لونها برتقالي، لا ما بيستوي برتقالي. في حنة سوداء يعني حنة للرجال لكن لونها أسود، مو بالصبغات الصبغة، في صبغة وفي حنة، خذوا الحنة. طيب إذا يعني لا تسمعون كلام دكتور ندى وايد.
وش اللي داشه في الصبغ الرياييه؟ هذا المفروض انا اجاوب. مو هو يقرا السؤال بيقول هل جواب عند دكتوره ندى؟ زين يلا قلنا شو رايك؟ انا والله في حياتي ما صبغت، ما اعرف يعني ايه، ما تشوفين كم شعر هني بيضه. زين الفكره وين؟ خلي اللحية تبيض، شو تبغى الصبغة الله يهديك؟ كيف يتشبب شي يحس عمره جميل وشباب حق ام العيال وشي؟ الشباب شباب القلب، واللحية البيضة ترى بعد وقار وحلوة وستايل الحين بعد. هي والله صدق صدق في وايد ريايل الحين ستايلهم اللحية البيضة والشعر الابيض. زين وحتى في استفتاء ما ادري وين سووه ان من الجاذبيه، من جاذبيه الرجال اللحيه البيضه، اللحيه الطويله والبيضه. انا اشوف جاذبيه الرجال الصلعان اللي شعرهم لحيتهم بيضه. من يسوي الاستفتاءات؟ رجال اظن. والله دكتوره يعني انت تفهمين احسن من شو اسمه هذا اللي يسوي الاستفتاء. يسوون استفتاء. خليني اعطينا اسوي استفتاء. شو بسوي استفتاء؟ عن شو سوي؟ عن الاكل. ها؟ عن الاكل؟ لا 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 ما بسوي استفتاء عن الاكل. بس مو قالوا الصلعان هم اكثر جاذبيه، اللي فيهم شعر ابيض هم اكثر جاذبيه. انت عندك شك؟ هذه اميره تقول مظبوط 100%. ها مظبوط. ماذا اميره قالت؟ انا اجد، بس اذا انت قلت بخالف. شفتوا كيف؟ عشان تعرفون ريايل مساكين يعني كل شيء يقولونه. ها ناصر قال لي والله ناصر بدايه الحلقه شو قال؟ ما بقوله، ما يستوي اقول عنه هو. جميل تيشر اللي قال لي لا تقول. زين عموما نرجع للموضوع الاساسي يا جماعه الخير. الله يخليكم، وسائل التواصل الاجتماعي ليست منصات للعلاج، ليست منصات لاتخاذ الادويه، ليست منصات لشراء الادويه او شو ما كانت. لان هنالك الكثير من الامور الغير محسوبه غير مراقبه. يعني اذا اشتريت انت دواء معين خاصه يعني بوست استغفر الله العظيم، يعني احيانا واحد يقول كاتب بوست انه حد من 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 هلا توفى ولا شيء يعني، وكاتب تعزيه. اي واحد حاط منتج تخسيس طبيعي صح؟ هذا هذا اللي يعني انا مو بعارف شو يحس فيه لما يكتب هذا الشيء في 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 بوست مثل هذا. الكلمه تأدي حتى المشاهير يعني تلاقي دائما ولا وكله على الوتر الحساس، التخسيس، عندي شاي تخسيس. لا اليوم الصبح شايفة بوست شاي التخسيس، لا تقومي بأي رياضة ولا تحسني أكلك، فقط اشربي شاي التخسيس يذهب الكرش نهائيا. صدق؟ هذا زين هذا. هذا حاد هذا. حل سحري هذا. حل سحري. أحسن من عملية التجميل. يلا. ما درستوا طب أنتوا 20 سنة تدرسون طب وهذا. بخشي شاي. ينهي المشكلة. ينهي المشكلة كلها. يلا عموما يعني حدث العاقل بما يعقل دائما يقول، كل واحد عقله في راسه. تقولون يجون يقولون ليش ما يمنعون؟ ليش ما يسوون؟ الفكرة في الأساس أنت ليش تاخذ؟ بالضبط. خل عندك وعي. زين في كل الأحوال ما تقدر تمنع. الحين في 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 عالم مفتوح أصلا. يعني كثر ما بتحط وكثر ما بتسوي إلا شيء بيطلع يمين يسار، لكن أنت عقلك في راسك. بالضبط. زين تعرف شو الصح شو الغلط. ويعني حتى احيانا في يوم من الايام ان شاء الله بنسوي حلقه تفصيليه عن هذا الموضوع. دكتوره يروحون تدرين عيادات زين غير مرخصه عشان يوصلون العياده متاهه. ها متاهه تدشين يمين في يسار في فوق تحت وكذا توصلين الى شقه. اي والله ما عليها لا علم. هي صح ما عليها بس رقم شقه بس. زين شقه دكتور. في بنايه انزين والدشين حاطت لك كرسي ولا هذا وش اسمه تعالي جاب لي الحينه. طيب ليش يروحون؟ ليش يروحون؟ ما يخافون؟ الله يخليك عطني التفاصيل. بطاقه التامين اللي كنت تتكلم عنها على اساس انه بس نتواصل مع الجماعه. السلام عليكم، عندي مشكله مع عدو، باكر كلم ابو عمر ان شاء الله. ابو سيف، الدكتوره ندى، لو في مجال خبرينا اسامي الماركات اللي تكون حق اللحيه. ما نقدر نسوي دعايه. انزين اسال عنها. الجمعيات موجوده. بصيف انا الحين نص ساعه اقول لك جاذبيه ووقار وما ادري كذا، بعد تسال على الصباغ. يلا عموما الله يهنيكم يا جماعه الخير. صباح النور دكتوره ومحمود، شكرا لكم. فاصل ونحن بعد الفاصل ان شاء الله سننتقل الى اروقه منتدى دبي العالمي للسياحه الصحيه، فابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا. صحه وسعاده. سعد الله اوقاتكم مره اخرى مستمعي الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحه وسعاده. ارقام التواصل معنا 600
5514414 ورسالة نصية على 4006 ولايب على نور دبي على الانستغرام. أوكي. نعم أخي الفاضل محمود، بعض الجهات الصحية الخاصة البعض يطلب من المراجع الانتظار من التأمين بالموافقة على دفع المبلغ المطلوب، كيف ينتظر والمراجع يتألم ببرعي؟ طيب ببرعي عادة نحن اللي أنا عارفة حسب ما كلمنا دكتور حيدر اليوسفي أكثر من مرة أن الموافقة تأتي بشكل سريع انزين ويتم اتخاذ، اذا كانت الحاله طارئه يتم التدخل الى ما تي الموافقه، ولكن اذا صادفت اي شيء ابعث لنا برساله وابعث لنا بالمعلومات كامله ونحن نحولها عندهم، لان في لجنه تراجع هذه المساله عندهم بشكل كبير. حدد لي ايضا اسم الشركه والعياده وين كان الموضوع اساس بس نحن نعرف، لكن هذه الاشكاليه تصير دكتوره لان احيانا يا العياده ما تطرش الحاله بشكل كامل اللي من خلاله ممكن شركه التامين تعطي الموافقه ام لا، يكون فيها اوراق يكون فيها شيء ناقصه عشان شيء، او احيانا بعض الشركات ممكن انهم هم يعني يعطلون ولا يسوون ولا كذا، هذه مساله يتم مخالفتهم يتم اتخاذ اللازم تجاههم، مع انه يعني انا يعني ممكن تكون حالات قليله بهذا الشكل، لان هي في النهايه شركه وتبغي رضا العملاء على اساس انه باكر يجدد معاها مره ثانيه وثالثه ورابعه في الصحه طبعا. وفي اليه عمل عندهم في التامين اليه جميله في هذا الموضوع على اساس انه يعني يتخذون لازم تجاه هذه الشركات. يعني يا جماعه الخير اللي يبغينا نتواصل معه بعد البرنامج ولا شيء، يا جماعه الخير يعني نتمنى ان تكون في 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 حدود البرنامج عشان الكل يستفيد. زين صباح الخير، ممكن اسال عن القرفه اذا الواحد يشربها زي الشاي مرتين في اليوم للتخسيس يعني التخسيس أو التخفيف في اضرار التخسيس في اضرار على السريع دكتور لان يوسف سعد ينتظرنا عبر الهاتف. نعم هناك اضرار والقرفه لا تسبب خساره الوزن للاسف، ممكن بس اثر على معدل السكر في الدم، ممكن تاثر على تميع الدم، فلازم ما نكثر من القرفة. صباح الخير زميل يوسف سعد موجود معانا من يعني أرض الحدث في مدينة جميرة حيث تقام فعاليات أو جدول أعمال منتدى دبي العالمي للسياحة الصحية. صباحك الله بالخير يوسف، وياليت تعطينا رسالة سريعة عن هذا المنتدى. صباح الخير محمود، صباح الخير دكتور ندى، صباح الخير أعزائي المستمعين ومتابعي برنامج الصحة والسعادة. محمود أنا متواجد حاليا في قلب الحدث زي ما أشرت، حدث منتدى دبي العالمي، قبل قليل انطلقت أعمال هذا المنتدى العالمي برعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور ومشاركة أكثر من 700 من العلماء والخبراء والمتخصصين والأطباء من داخل الدولة ومن خارجها، وإضافة إلى نخبة من رواد صناعة السياحة والسفر والسياحة الصحية على وجه التحديد. افتتح المنتدى معالي حميد محمد القطامي رئيس مجلس الإدارة مدير عام هيئة الصحة بدبي بكلمة أكد فيها على تفوق دولة الإمارات ومدينة دبي عالميا في سوق السياحة بشكل عام، وأشار معالي إلى في حضور هذا الحشد الكبير أشار إلى المركز الأول الذي حققته دولة الإمارات في مؤشرات السياحة الخاصة بالتنافسية العالمية في مجال السياحة، وأكد على أن دبي على وجه التحديد مؤهلة بإمكانياتها الهائلة وقدراتها المذهلة لتصدر خريطة السياحة الصحية على مستوى المنطقة وعالميا، وأشار أيضا إلى الإمكانيات التي تتميز بها هيئة الصحة بدبي وشركائها الاستراتيجيين من مختلف الجهات وخاصة القطاع الصحي الخاص، هذه جميعها تمثل إمكانيات في وفرصة هائلة أمام هيئة الصحة بدبي لتقديم تجربة صحية مميزة للباحثين عن الصحة والسعادة والراغبين للعيش أو الزيارة إلى مدينة دبي على وجه التحديد. المنتدى محمود يشهد أكثر
من 40 محاضرة وورشة عمل، يحضروا العديد من الخبراء كما ذكرت سابقا من مختلف دول العالم، وهو يعد الحدث الأكبر على مستوى العالم. يعني كانت قبل عامين فازت مدينة دبي باستضافة هذا الحدث الدولي الذي ينتقل حول العالم من مدينة إلى أخرى في تنافس. يعني تنظيم مدينة دبي واحتضان مدينة دبي اليوم محمود هذا المنتدى العالمي لم يأتي من فراغ ولم يأتي بترشيح، ولكن كانت هناك منافسة فازت فيها مدينة دبي قبل عامين لاستضافة هذا الحدث المهم الذي يتجمع فيه كل خبراء وصناع القرار في سوق السياحة والسفر وخاصة السياحة الصحية. تسلم يا يوسف. هل في جديد تبغي تذكره لنا عن المنتدى قبل ما نختم معاك؟ أنا في شيء مميز أن في ختام كلمته أعلن معالي القطامي عن إطلاق جائزة عالمية باسم دبي للسياحة الصحية. الله. وهذه الجائزة هي صاحب دبي ودبي تستهدف منها فتح نطاق أو فتح مجال تنافس بين المؤسسات الصحية حول، وأهم شيء أو ركيزة هذا التنافس هو تقديم خدمات طبية راقية ترضي أفراد المجتمع وتحقق سعادتهم. جميل. نحن نتمنى ناخذ بعد تفاصيل زيادة، شوف لي إذا في إمكانية يعني حتى لو بكرة نتكلم عن هذا الموضوع مع الدكتورة ليلى المرزوقي بيكون موضوع جميل. أنا محمود متواجد هنا في جناح في معايا محمود؟ ايه معاك، نسمعك يوسف. انا متواجد هنا في منصة خاصة لمستشفى دبي تبع لهيئة الصحة، ومعي دكتور فوزي. ايه ممتاز. استشاري امراض القلب والعالم والخبير المعروف وصاحب ابتكار الصفدي في ترميم صمام القلب. وهو يحدثنا على علاقة المجموعة الانجازات اللي حققتها الهيئة من خلال مستشفى دبي وعلاقتها ايه بالسياحة الصحية واهمية تقديم مثل هذه التجارب وهذه الابتكارات لحفز وتحفيز المستثمرين للاستثمار الصحي وحفز الباحثين عن التجربة الصحية المميزة. دكتور فوزي يعني حدثنا عن مشاركة مستشفى دبي ومشاركتك انت بالتحديد في هذا المعرض المصاحب لمنتدى دبي الصحي العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. هذه التقنيات الحديثة هي نتيجة جهد جماعي لفريق العمل في مستشفى دبي من ناحية الإدارية ومن ناحية التقنية الفنية. الصورة المشرقة لإمارة دبي ضمن المحافل الإقليمية والدولية هي عنصر مهم في تحقيق السياحة الإعلامية. أشير إلى الاستقبال المشرف على أعلى المستوى الذي حصل عليه وفد هيئة الصحة في الولايات المتحدة إلى هيوستن ميثودست، حيث نقلت هذه التقنية الجديدة وهذه المعرفة من دبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وعلى رأس الوفد كان معالي مدير عام هيئة الصحة. كذلك حصلت هيئة الصحة من خلال هذه التقنيات الحديثة عبر العالم على عدد من رسائل الشكر والتقدير من مؤسسات عالمية رائدة في مجال جراحات القلب المتقدمة. أصبحت الآن دبي محطة لكثير من الأطباء يأتون من الخارج، يأتون حتى يطلعوا على هذه التقنية مباشرة من رأس العمليات في مستشفى دبي. هذه التقنية تساعد في تحقيق استراتيجية هيئة الصحة في إنشاء مراكز تخصصية متميزة على مستوى العالم. كذلك تهيئ بيئة حاضنة وجاذبة للسياحة العلاجية في دبي، وهي ستزيد حتما من الميزة التنافسية للإمارة كوجهة علاج لأمراض القلب والصمامات بشكل تنافسي كبير، وهي سوف تكون منافسة للعلاج في أوروبا المتحدة بتكاليف هي 4 أضعاف أقل من الخارج وبتقنيات متميزة حتى أنها غير متوفرة في الخارج. طبعا هذه التقنيات سوف تحفز الكثير من المواطنين لتلقي العلاج داخل الإمارة بدلا من السفر إلى الخارج. هناك براءة اختراع تسجل حاليا في كملكية فكرية
تحت تقنية تحت عنوان تقنية دبي الجراحية المصممة التاجي باسم هيئة الصحة. كذلك هناك أبحاث تجرى تجرى أيضا على تقنيات جديدة، ومنها أبحاث لذراع مكتوم جراحي وهو ذراع آلي بديل عن جراحة الروبوت. كل هذه العناصر هي عناصر محفزة للسياحة العلاجية. دبي الآن موجودة في المحافل الدولية محليا أقليميا ودوليا، وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كندا، حيث تلقينا دعوة إلى عرض هذه التقنيات في مؤتمر جراحة المناظير الجمعية العالمية الذي سيقام في مدينة فانكوفر في كندا في الصيف القادم. نعم. نحن يعني ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. أحسنت. من أهم هذا كله مساهمة دبي الرائدة والفعالة في نشر العلم ونشر الخير ومنفعة الناس، وهذا هو إحياء جديد. نعم. ومتجدد دائما على ما كان عليه أباؤنا وأجدادنا وأسلافنا. نعم. وشكرا لكم. شكرا لك دكتور الصفدي، شكرا لك يوسف على هذه التغطية المميزة، وإن شاء الله نكون معكم. شكرا لكم. شكرا. إذن ننتقل لمكالمة عندنا بعد كذلك مع الدكتور محمد الرضا، موجود كذلك في أحد أروقة هذا المنتدى السياحي. تفضل دكتور، خبرنا شو عندكم من خلال هذا المعرض. صباحكم الله بالخير يا يوسف. نور السرور. تفضل يا سيدي. طيب اليوم عندنا نحن من احد المحاور نتكلم عن البيانات، وانا بحس احب اذكر الساده المستمعين ان في نفس القاعه معالي الوزير محمد القرقاوي يتكلم عن اهميه البيانات، ويتكلم عن البيانات هي نفط المستقبل. صحيح. اليوم جلسه بالضبط ان جلسه متخصصه بس في البيانات، اذا فكرنا فيها السائح الصحي من اللحظه اللي يطلع فيها من بيته لين ما يرجع بيته ايش كثر بيانات بنجمع عنها، وايش كثر بيانات بنطور عليها بحيث ان نحن نخدم هذا السائح بطريقه صحيه اولا وطريقه سعيده جدا. نعم. وبنضيف عليها بعد لير اخر او طبقه اخرى ايضا اللي هي الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي بدون البيانات الواضحه والكميه الهائله اللي ممكن يستفاد منها يسوي غباء صناعي. نحن أول شيء نطمح للذكاء الطبيعي وكم الذكاء الاصطناعي. صحيح. طبعا هذه طبقة جدا مهمة وضرورية نبني عليها بعد ما نجمع هذه البيانات، وتكون بيانات ذات جودة عالية. نشوف وين ممكن نبتدي نحن الذكاء الاصطناعي استخدامه في هذا المجال الصحي. متى بتكون الجلسة والورشة دكتور؟ جلسة بإذن الله على الساعة 12:30 إذا ما خانتني الذاكرة. ومعنا متحدثين من جميع أنحاء العالم، بيكونون 3 متحدثين. نتكلم مو فقط عن طبقة الذكاء الاصطناعي، نتكلم عن التكنولوجيا الأخرى. اليوم عندنا نحن الأوغمنتد رياليتي أو الفيرتشوال رياليتي أو الواقع الافتراضي. واليوم نتكلم عن الميكست أو يعني مثل ما تقول واقع افتراضي وطبيعي بنفس الوقت. صحيح. مدموج في صورة واحدة. صحيح. هل ممكن نستخدمه؟ هل ممكن نستخدم طبعا التخصص اللي نحن تكلمنا عنه كثير، المعلوماتية الطبية أو الملف الطبي الإلكتروني ضروري جدا في خدمة المريض. نعم. هل ممكن نستخدم نحن الطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة هذا المريض؟ ممكن نستخدم الاستشعار أو السنسرات بحيث أن المريض هو في بيته في دولة ثانية، نحن ممكن نشوف حركة يده أو طريقة نتابع حالته الصحية كذلك من خلاله. دكتور نحن شاكرين لك يعني هذه المداخلة، نتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. بس دكتور وين فانيلتي؟ ما يبت لي إياها الفانيلة التقنية هذه. أنت وعد محمود أول فانيلة؟ لا لا لا، أنا وعدنا دكتورة بفانيلتين، فانيلة نادي النصر أولا وعروف فانيلة الحكس. هو مشكلة يجيب الفانيلة التقنية بس نادي النصر فوق بعد. تامل دكتور. شكرا لك ونتمنى لكم التوفيق. شكرا إن شاء الله. لك دكتور. طبعا القميص هذا اللي كان يتكلم، هذه أحد الحلول التقنية اللي وضعتها هيئة الصحة كذلك لقياس العديد من المؤشرات الصحية. صحيح. أثناء يعني ممارستك لي طبيعة الحياة العادية بالنسبة. نعم. لك سواء يالس، راقد، ناش، تمشي، تلعب رياضة، تاكل، تشرب. صح. يقيس وايد امور في الجسم. هذه كانت من التقنيات اللي ضمن الـ 10X اللي فيها نستشرف المستقبل.
عن طريق تطبيق تقنيات في 10 سنوات قدام بتكون موجودة. لا نحن في دبي نجيبها عندنا قبل. مجموعة أسئلة دكتورة انزين ما نمشي فيها على السريع. أول شيء هل يوجد تفضل أقري لا تفضل محمود أدلك على السؤال ما عليه. هل يوجد نظام غذائي معين للبداية بلعب رياضة وشكرا لكم؟ طبعا قبل حتى لو ما كنت مارس رياضة ولكن لما تمارس رياضة لازم يكون نظام غذائي متوازن بروتين كربوهيدرات دهون واليوم. لا تشطبون أي شيء من نظام غذائكم اليومي بغرض فقدان الوزن أو عشان تحصلون نتيجة أسرع خصوصا البروتين. البروتين ضروري جدا جدا لبناء العضلات وما يكون ترهل فحافظوا على نظام غذائي متوازن. سؤال القرفة هناك حبوب القرفة هل تساعد مرضى السكري وهل يجوز أخذها بدون استشارة الطبيب؟ نعم هناك كبسولات للقرفة موجودة في الصيدلية. أنا رأيي الشخصي أنا دائما أفضل ناخذ الأشياء بشكلها الطبيعي يعني ما في داعي تتجهون للكبسولات. الكبسولات تعطيكم جرعة مركزة من القرفة بدون استشارة طبية لا خصوصا لمرضى السكر لأن ممكن مرضى السكر سكره مش منتظم ما يسوي يأخذون القرفة بكميات كبيرة لأن تأثر في معدل السكر عندهم فاستشار الطبيب دائما. يسوون سندويشات قرفة سندويشات القرفة ترى هي مادة جميلة ولا وايد فوايد في الجسم لكن مثل ما نقول دائما كثرتها مضرة تأثر على سيولة الدم وتأثر على معدل السكر في الجسم فالأفضل ما تستهلكون شيء بزيادة. في دراسة مرة قالت إن إذا أضفت ملعقة أو نص ملعقة من القرفة إلى فنجان القهوة كل يوم فأنت تحمي نفسك من إصابة بأمراض القلب. فاللي يشربون قهوة حطوا شوية قرفة فيها فعلا يساعد على الوقاية من أمراض القلب. طيب أنا كنت أبغى أقرأ دراسة عندنا دقيقتين أقرأها زي ذاك الله خير. طيب أخ الكريم أخت الكريم للعلم فقط أحد أبنائي اسمه محمود اسمه مستعار برعي وشكرا والسموحة برعي شكرا لك يا أبو برعي. إنزين خضع رجل لعملية جراحية قلبية فريدة من نوعها حصل على إثرها على قلبين في محاولة خارقة لإنقاذ حياته وكان من المقرر أن يخضع مريض هندي يبلغ من العمر 56 عاما لعملية زرع قياسية ولكن الأطباء أدركوا فورا أن جهاز المانح ذا الدماغ الميت كان صغير جدا وانتقل جراح القلب كوخال اسمه إلى الخطة بي الخطة باء يعني الثانية. نعم. حيث قام بربط القلب السليم بالجهاز القديم في عملية استمرت 7 ساعات في مستشفى بمدينة حيدر أباد الأسبوع الماضي وعاد ضغط الدم المريض إلى مستويات شبه طبيعية بعد العملية ولكن يوجد لديه الآن نمط معقد من تخطيط القلب وجود قلبين مختلفين ووصف القلب الطبيعي الثاني المتواجد بين الرئة اليمنى والقلب الأصلي بأنه بحجم كرة صغيرة وطبعا قال الدكتور جوخال يكمل القلبان بعضهم البعض لتسهيل عمل الدورة الدموية بيد أنهما ينبضان بمعدلات مختلفة ويذكر أن هذه العملية أمر نادر الحدوث وتم الإبلاغ عالميا عن حوالي 150 عملية مماثلة والجدير بالذكر أن كريستيان برنارد ابتكر هذه الطريقة المطورة لزراعة القلب شو اسمها هذه الطريقة؟ بيكي باك هارت تعرفينها؟ لا. طيب هذه الطريقة تم اكتشافها أو ابتكارها في جنوب أفريقيا في السبعينيات ووصل متوسط معدل البقاء على قيد الحياة بعد هذه العملية إلى 10 سنوات تقريبا. حلو الواحد يكون عنده قلبين دكتورة؟ واحد لاحق على واحد. أنا بعلق على السريع قبل عشان ناصر ما يقول نهاية البرنامج. شفتوا بديهية الطبيب ترى هني تلعب الخبرة دور لما يكون الطبيب خبرته واسعة يكون عنده حسن بديهة أكبر. المريض أوريدي الحين مفتوح قلبه فسوى له عملية إنه صار في قلبه فالخبرة تعمل دور كبير في قرارات الأطباء. عموما نحن رجال قلوبنا كبيرة دكتورة دائما عندنا أكثر من قلبي يعني. أشك أن عندكم 4 حجيرات عندكم أكثر. السلام عليكم عندي اقتراح يا ليت لو يتنفذ لو يكون في ملف مرضي شامل لكل واحد تحت مظلة الهيئة سواء مستشفى حكومي أو خاص هو نفس الملف اللي يحتوي التاريخ المرضي هذا مشروع كبير. انزين بيكون تحت مسمى نابض انزين وتم اطلاقه ونحن شغالين عليه الان خلصنا الملف الالكتروني الشامل اللي في هيئه الصحه وننتقل الان لهذا الموضوع. نحن شاكرين لك على هذا الاقتراح ولكن هذا مشروع اصلا قيد التنفيذ يعني او بدينا في التنفيذ عموما ان شاء الله نوصل له على مستوى الدوله ان
مش مستوى إمارة دبي. عموما شاكرين لكم المتابعة، سامحونا طولنا عليكم، إن شاء الله تكون حلقة خفيفة واستفدتوا منها، حتى نلقاكم إن شاء الله في الغد. شكرا لك ميرا الغفلي، شكرا لك ناصر السليمي، شكرا لك دكتورة ندى الملا، شكرا لك محمود يوسف العلي. حتى نلقاكم في الغد، نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.